ماشي شنو غايجيك مليح؟ اه والله رجعتي لا جلست في الدار. شي راه ما فيهش الضحكه وليدي. ما تبكيش على الواليد. ما فيهش. والسلام عليكم لا فامي، كنتمناكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى النهار ديالكم يكون داز بخير وعلى خير. سمحوا لي على هذه الغبره هذه، عارف راسي غابر عليكم وغبرت بزاف لاسباب شخصيه اخوتي، شي مشاكل مهم منهم حتى التليفون خسر ليا دابا. ما هذا فيديو ما يمكنليش نعاود لكم كيفاش طرا لي مشى لي التليفون وهذه. المهم عمت بيه تحت الماء، شوفوا قصوحيه الراس شنو قالت لي، عم بيه تحت الماء تصور بلا بوشيت بلا والو، مشى التليفون ما كنلقاش باش نصور. دابا لقيت غير الدريري صاحبي السي المجدوبي هو اللي عطينا دابا التليفون باش نصوره. المهم هاد الفيديو هذا خوتي فيديو برانك الوالده دابا راه نهار ما شافتنيش بيت مع الدري صاحبي. اتفقت انا وبو حميد باش غادي نصوني عليه، غادي نقول له الوالد انا راني دابا غادي نحرق، وغادي نشوفوا الرياكسيون ديال الوالده. يا ربي تخرج هاد الفيديو هذا بخير وعلى خير. المهم خليت الوالد راه في الدار مبلاصي التليفون، ودابا هذا التليفون ديال الدري صاحبي. والله الا جايب جوج تليفونات غير الدراري صحابي، غير الدراري صحابي اللي مديبانيني في هاد الوقت هادي. المهم الا كنتي اول مره كتشوفني هبط دير لايك دابا وكمل معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، نشوفوا هاد الفيديو كي غادي يطلع. وتابونا في لاشين الا كنتي اول مره كتشوفني، تابونا في لاشين وفعل الجرس باش فين ما نحط لكم شي فيديو جديد توصلكم النوتيفيكاسيون نتوما الاولى. المهم الانستغرام ديالي القديمه راه مشات، هادي الانستغرام ديالي الجديده ها هي هنايا. ابونا وقولوا لي ميساج زويونين هضيره زويونه. المهم غادي نستناكم في انستغرام، نبداو البرانك على بركة الله وكملوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر. انصوني ولا بو حميد دابا. والو بو حميد، والو وي السلام عليكم. صافي مريقل رجلتي التليفون، كلشي ما حداكش الواليده. الواليده طلعت للسطح، غادي قلت طلع للسطح جيبي دوك الحوايج ديالي راني بغيتهم. اه صافي غو ها دير شي رياكسيون غوت كدا هادي. المهم بس سمعك هي صافي، انا غادي نقول لها الملك راه معايا، نقول لها باش تقول لها تكلم البابا. يعني الوالد انا شوف انا باش نقول لك شنو كاين الوالد، انا صافي ما بقيتش حامل هاد البلاد، راني غادي نمشي الوالد. فين غادي تمشي؟ فين والله صافي الوالد غادي يابا نشوف حياتي يابا، دابا انت عشتي حياتك انا خصني نعيش حياتي يابا. فين غادي تشوف حياتك؟ كاش بلاصه وغادي يابا الغربة، انا راه حارق، انا صافي مريقل مع واحد السيد راه غادي، راني في واد لاو. واد لاو؟ اه مشكلة هادي، واش غادي تشد تما في واد لاو؟ واش غادي نقولك ابا واد لاو راه من تما الطريق، ابا راه قالك شي ربع ساعة ديال الطريق من تما غتوصل للغربة الخزيرات. واش الحمار واش باغي تقتل امك نتايا وتقتلنا حنا هنايا ولا شنو غادي دير دابا؟ واش شنو بغيتي انا الواليد نموت انا عاوتاني انا نقتل راسي هنايا الواليد؟ اشوف فيا اه والله العظيم، هي لو قلت لكم ما صدقت لك شي حاجه وجيتي للدار ما تدخل. با واش ما نعيش حياتي با غامره، با خصني نغامره با، ورا الا بغيت نعيش حياتي راه خصني نغامره الوالد. كيفاش غادي تغامر؟ واش المغامره كتصدق 100% اي مره؟ وانا راسوني وانا راه صونيت لك الوالد باش تعطيني حل، باش ترضي عليا، باش تخليني نمشي هاني، ماشي با نبقى غادي في الطريق. وغي ترضي عليا بهضره زوينه الله يرضي عليك باش نمشيت انا في الطريق هي هذيك. الولد اللي بيت قالك عن صاحبو، بيت عن صاحبو راه في تيطون في واد لاو وقالك غادي يحرق. هو هادشي اللي كاين الواد. واش دابا ما تقلبش هاد الفكره هادي وترجع معاك الدار؟ ويلا با واش انا با الفلوس، انا راه ما قايل لك شنو كاين با، انا راه 5 شهور وانا تنجمع في الفلوس بحال باش جمعت 3 المليون، بس تقول لي ابو انت يا رجع فين رجع الوالد؟ دابا 3 المليون و50 انت تجمع بيها باش تمشي لواد لاو باش تطيح راسك ما ولا ابو واش هادوك ابا اللي مشاو؟ واش هادوك اللي مشاو؟ هادوك رماو الفلوس في البحر، مشاو في البحر. هاك هضر مع امك، هاك السي محمد، هاك ولدهم ويجيبوك النيت الاخير حياتك، النيت ويطيحوا في ورطه النيت اللي غيقضيوك على حياتك انت، شوف حياتك وحياة والديك انت دفنها.
ماشي حياء. واه دابا واش ولدتيني بقى جالس لك حداك بايا انايا ولا شنو بغيت؟ والحيوان انت باقي صغير مازال عندك امل، راه حنا كنبروغرامي تكون شي حاجه اللي مهروسيك، تكون شي حاجه قانونيه. وصغير با على فم السبع انا با ولا واش؟ انا تنتسلق تنخرج عند الجيران، رجلي شي يخرجوا عند الجيران، انت تقول لي مازال صغير با. هاك هضري مع هاك طالو حمزه والواليده. ابو شوف امي واش غادي نضحك معاك امي، راه شوفي مريكل صافي انا صونيت عليكم، انا ندمت 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 على صونيت عليكم امي، اقسم بالله تندمت وانا صونيت عليكم وباش ومصوني عليك امي باش ومصوني عليك الوالده باش ترضي عليا. حشومه عليك تبقيت دابا دابا تعيشيني مع حرب مع نفسي الوالده، واش نمشي ولا ما نمشيش؟ ما اش من رضا غير قول لي واش جبتيني نهار ونهار وساعه وساعه وانا عاد عليك عند الولد باين تضحك عليا يا وليدي. شوف شوف دابا شوف هاد الهضره اللي كتهضري دابا راه بحال اللي كنشدوا الماء وكنخويوه في الرمله. دابا غتقولي لي شوف اوليدي دابا اللي درتيه درتيه، الله يسهل عليك، الله ينور طريقك من الشوك ورضي عليا. هادشي اللي بغيت نسمعها الوالده منك، انا ما بغيت نسمعها. اسمعي انا الوالده اسمعي، فين نرجع؟ ما فيش الضحك وما فيش اللعبه وليدي. واش امي ثلاثه زوقه فيك اوليدي ما يرضي عليك لا مرجع. وانا والواليده والله يا امي لا غنمشي لا فيك اوليدي، ما يرضي عليك لا مرجع. شرا ما فيش الضحك اوليدي، ما تبكيش الواليد. ما فيش اللعبه وليدي، ارجع غنشوف لك الحل. الحل امي راه بيدي دابا ودابا ناري يا الوالده يا والوال. شو اسمعي 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 والله لي والوالده باغي حياتي، باغي انا عندي مستقبل، انا باغي مستقبلي. شوف حبيبي ارجع واجي بحالك، ياك ما عطيتي لا فلوس حتى لا عطيتيها الله يهني امي ولا امي حبيبي ما فيش اللعب. شوف حبيبي رجع الله يرضي عليك، واش كل اللي غيوقف معايا في الدار هنا الله يرضي عليك. اسمع اسمعي اسمعي الوالده باش نقول لك شنو كاين. والله يرحم ليك الوالدين، انت يا الوالده اسمعيني ودابا اللي بغيتي واش شنو غايجيك مليح. والله رجعتي لا جلست في الدار وفي وبغيت امي واش ما نقدش حياتي نبقى جالس حداك الوالد. الو ما سمعتيش قلت ولا ما سمعتيش؟ ودابا الوالد حطيتوني با قدام امام الواقع على الوالد، شنو غادي ندير دابا انا؟ يقول لي شنو غادي ندير؟ وانا قريبيت عنده وداش نقول لك انا كذب عليه يا ياك وانا بغيتكم تسكر. اش عرفتي محمد؟ واخدم عقلك شي شويه واخدمت انت عقلك. واش تعطيني 3 المليون دابا نشد لك الرجع دابا دابا تعطيها لي دابا انت اللي خسرت؟ واخا يسمح له في 3 المليون يرجع. لا 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 ما تيقش بك بويا انايا. لا 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 جربي الحصيره اخويا ياك دلتني ياك اخويا في تيطوان انا غادي نصيفط لك ويسترينيو. ويلي 3 المليون تصيفطها انت في تلاف ويسترينيو؟ غادي نصيفطها في ويسترينيو. ايوا فين نجلس دابا انا؟ ندير شي عندك في الكونت ديالك هنا واخويا وقلبها تما. ودابا السيد واش دابا حنا دراري صغار وهو شنو قال لي انا الاول؟ قال لي شوف لا تبقى عليا داك ماما بابا بابا كدا راه ما نعقلش عليك. قال لي انا داك ولاد كيلي ويلي راه ما عنديش معاهم. اي باش نقول لك ما تديش هضرتهم عصابات اصاحبي اجراميه، هذوك راه عندهم في الحنان في قلبهم. بابا بابا هذوك مقطع جيبات غير بالخلا هادو، هذوك عصابات اصاحبي هذوك. ابا واش هاد تخلعش من ساعه؟ ابا انا راه فوق ما كان فوق ما كان البحر ما هايش، راه غادي نزيد انا في واد لا وبا في واحد البلاصه بعيده واخا تجي لواد لا وما غتعرفهاش ياك. صافا الوالد دابا ويلي ويلي شنو درت وليدا؟ ودوز لي امي ترضي عليا نمشي في حالي يا الوالد. الله يرحم ليك الوالدين راه غنلقى قطع. شوف جوج كلمات تا نقولهم لك، انا راضي عليك دنيا واخره ولاني ما تمشيليش لهاد البلاد هادي، هاد البحر اللي غتقطعو ما بغيتوش. قلت لك الا ما جيتيش هاد العشيه هادي وكنتي هنا راه ما غنكش في الدار. صافا الوالد انا شوفي 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 اسمعي امي اسمعي 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 اسمعي
رضيتي عليا دابا وصافي انا مشيت للواليده. ويلي 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 دبرت عليا. ناري يا صاحبي ناري يا ربي السلامه يا ربي. دوزها لي هاك يا زلمه هاك بغات ودوزها لي قول لها راه غيمشي بصح الا ما هضرتش معايا. لا ما بغاتش والله ما تهضر معاك دابا بالله. الواليده هي قولي شي كلمه الواليده مي والله قولي لي كلمه زوينه يلا الله يرحم لك الوالده. وانا تحكي لي معاك الوالده حشومه عليك الوالد. شوف هادشي راه ما فيهش الضحك شتي كلشي فيه الضحك الا الحريق ولا المشيه. اش تضحكوا عليا لا انت لا باك. اقول ايه كلمه لهاد الناس هادو. الله يعاونك وارضي عليا امي. صافي الله يرضي عليك يلا صافي يلا الله يعاونك. وكيف ما كتشوفوا معنا البرانك انا دابا الوالده مسكينه غادي نمشي عاد نشوفها مالها. وقسم بالله الا راه مريضه راه ديجا واقع لها مشكل في هاد العصبات هادو هما اللي كتشوفوا ديال اللي يدين مع الخدمه ديالهم تمايا جات تحل واحد القرعه وتقطعوا لها هاد العصب هادو. راه في الفيديو غتلقاوها دايره واحد اللعبه في الدير باندا وكذا. ومع ذلك قلت ندير هذا الفيديو هذا وكنوصيكم اخوتي الناس اللي كيحرقوا بلا ما يقولوها لوالديهم بلا ما يعلموا والديهم اللي كيديروا هذا الشيء هذا راه ماشي زعما الدنيا غادي تسالي زعما راه العشي في بلادك راه الدنيا غادي تسالي راه ربي كله عاطيه رزقه فهمتوا غير هو وكان بنادم يصبر. وانا باش ما نقول لكم جلسوا في بلادكم ما تخدموش لا راه غادي يجيكم الرزق لا السماء لا تمطروا ذهبا ولا فضه هو بنادم يتحرك والله يسهل على الجميع. وسمحوا لي على هاد الغبره اخوتي راه غير غندير تليفون قد الامور شويه وغادي نرجع لكم في لي فيديو اخوتي حتى غبرت عليكم سمحوا لي وراكم عزاز اقسم بالله. ولا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك ولي كومونتير وبارطاجيو هاد الفيديو هذا اللي غادي نوصيكم عليه بارطاجيو واجيو عندي الانستغرام. عندكم شي فكره بغيتوها قولوها في كومونتير انا معكم وعلى راه الاشاره ديالكم. والله يخليكم ليا والله يسهل على الجميع والله يسهل علينا حتى حنايا. موح 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 راني عراقيت شوفوا عراقيت والله الا عراقيت بالله تهلاو شكرا.